مرتبة 1200 جنيه، يعني أنا يا دوب ماشي بتضلين عشان بجهز بنتي، عشان بجهز هنا، عشان العيال تاكل، عشان خاطر المدارس، عندي والدين في المدارس. بدر سلامة ليس وحيدا في معاناته، فهو واحد من بين نحو 5 ملايين يعملون بالقطاع الحكومي، والذين يعانون من موجات الغلاء التي تشهدها الأسواق دون أن يواكبها زيادة في الأجور والرواتب. 50 جنيه في اليوم النهاردة لو واحد معاه وزوجته وولده ولد وبنت بس، أسرة مكونة من 4، عايزين شاي وفينو ب10 جنيه الصبح، وعايزين يتغدوا ب20 جنيه، يبقى 30 جنيه ويتعشوا ب20 جنيه ومدفعوا، ومش لاقيين يدفعوا كهرباء ولا غاز. وهنا تتعالى أصوات قطاع كبير من المصريين للمطالبة بضرورة تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور. ففي عهد الرئيس الأسبق مبارك كان هناك حكما قضائيا يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن. أنا مش عاوز إن صاحب العمل اللي هو النهاردة بيدي للعامل 800 جنيه ولا 1000 جنيه لكنه مأمن ب 150، لو جيت ألزمه وأقول له لا غصب عنك بقى هتأمن بال 1000 أو ال 1500 أو ال 1200، ألاقيه تاني يوم مروح العامل بيتهم، أو يجي له مفتش التأمينات يقول له فين العمال، يقول له لا أنا ما عنديش عمال، فتحولت العمالة الرسمية إلى عمالة غير رسمية. إذن فالمسألة تبدو أنها معقدة، فالحكومة قد لا تستطيع إقرار هذا القانون في ضوء التحديات التي تواجهها. يترقب قطاع كبير من ذوي الدخل المحدود في مصر أن تقدم لهم حكومتهم قانوناً بحد أدنى للأجور يكفل لهم حياة يواجهون بها غلاء الأسعار الذي لا يتوقف، مطلب ملح لم تتمكن أي من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على تحقيقه في ظل عجز الميزانية. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.